مفاجأة جاية مخصوص الحفلة علشانك. مش فارقة، مش من قلبك. بقولك ايه، تيجي نقول قصة الرقصة دي مع بعض؟ اتفرج معانا. خلاص دي كان دي رقصة. تشيرز. فاروق missed you babe. انت كنت مسافر ولا ايه؟ ابدا مشغول شويه. انت عارف قالك قد ايه ما صورتنيش؟ اكتر من سنه، من ساعه ما كنا في السخنه. هصورك النهارده. ماي ماي ماي، تحفة قوي الطروق الاستوديو بتاعك. ميرسي. نايس نايس. I think it's perfect. بقول لك ايه، ما عندكش سرير؟ لا والله. ما عندي سرير. ما بتنام فين؟ بنام هنا. So I see it's a couch. طب ما هو ده قشطة. ممكن تولع لي سجارة؟ اه طبعا. عجبني بيت. لا استنى. طبعا مستغرب ايه اللي جابني من غير ميعاد. اولا جاي اتعزم على قهوه. اولا دي امرها سهل، نشرب قهوه مع بعض. بس ده معناه ان في صينيه. عايزه اشوف الصور اللي انت صورتها لي. هذه الصور اللي من البصره. عامة انت تقدر تيجي في اي وقت، مش محتاج اسبق. هاوريك صور. اول مرة الاقي حد بيعرف يصور. مش دي البنت اللي روحت معاك يوم الحفلة؟ فين؟ مين؟ دي مسينة. موديل هي. واخبارها ايه بقى في السرير؟ كويسه؟ الحاجه دي ما توصفش، لازم تتجرب. ميرسي. بطلت. خسارة. كبسه كبسه يا حماده، ارمي الحاجات دي، الحكومه جت. ايه اللي هيجيب الحكومه لحد هنا؟ حلوه قوي.
يعوم ها؟ هعوم ايه بس يا طارق؟ نعوم في البسين. يا سلام، ما جبتش مايو اصلا. مش مهم. امال فين حماده؟ ايه يا عم انت فين؟ روح يا عم. اعرفكم، نهله، مها، زياد، حماده، زينة. ازيك؟ زياد اخبارك؟ معلم. على السلامة يا شايف. ازيك اخبارك؟ الحمد لله. ازيك يا فنان؟ عديت ان خلاص كده ها؟ منولها كده ها؟ ما تخافش انت ما بيأثرش فيك حاجة. عين خلي بالك يا ترى ده دبح خروف. خروف ايه؟ ده راجل فقري عنده فيلا ببسين وقاعد هنا عشان يلف. مريم ازاي افتح طب الشباك؟ يدخل الفيلا ويقفل البوابه ويوصل لحد هنا وانت ولا حاجه ابدا. صح ميوت مفيش. انا جايبك تحرسني ولا انا اللي هحرسك؟ حماده انت قاعد بتحشش جنبه اكيد اتسكر. بس ما تنكروش يا جماعه انه كلب ذكي جدا. اه طبعا طبعا ده اذكى اخواتي يعني. يلا يا حبيبي يلا تعالى معايا. تعالى تعالى تعالى. باي. سلام عليك خليه هنا. اورانك مبروك يا مها. سوري هي متاخره شويه بس يعني. لا يا حبيبتي مش متاخره ولا حاجه. ميرسي. احنا ما كناش لسه نعرف بعض. ملحوقه ملحوقه في الجوازه الجايه. بطل بس. تعالوا راغي بقى وتعالوا افرجكم على البيت. انا هاجي معاكم. يلا يا طارق قوم يلا. السلم ده بيولع اوضه النوم. اوضه النوم ها؟ ايوه اوضه النوم خليك في حالك انت. دي طارق اللي مصورها صح؟ هو طارق اللي صورها. ده. ده انا بيقول وشك فوتوجينيك وعينيك بتلمع حقيقي. حماده وشه من احلى الوشوش اللي بحب اصورها. اوكي انا هطلع فوق استريح شويه. حماده يبقى حصلني فوق. حماده هتحصلها فوق. ده يا ابني خليك كول كول. ده انا عامل لك فضيحه. مش تقول لي ان مسايمه جايه؟ مش بكلمني في التليفون؟ خلاص بقى عديها. مش انت زي ما بيهمكش. ماشي هنتحاسب بعدين. بس بقول لك ايه، وضعتها كويس هيجي لك برد. برد؟ برد ايه يا عم الحاج؟ انت تعرف مها وزياد من زمان؟ اه من زمان قوي. ويا طارق ممكن تشيل ايدك؟ اه طبعا. بس ليه؟ يعني مش مرتاحة. ليه؟ بس ما ترجعيش ترجعي زي ما يا غلس. Sorry for interrupting. Don't worry. ما كنتش لاقية ولاعة. لا. Mm-hmm.